تواصل معارض أهلا مدارس استقبال المواطنين، حيث توفر هذه المعارض المستلزمات الدراسية بتخفيضات كبيرة، وذلك تخفيفا عن كاهل الأسر وأولياء الأمور. للمزيد تنضم إلينا مراسلة التلفزيون المصري جرمين إبراهيم. جرمين، هل لك أن تطلعين على الأجواء لديك في معرض أهلا مدارس؟ نعم ريان، بعد التحية نتابع معكم فعاليات معرض أهلا مدارس والمقام في محافظة الجيزة، بالتحديد في منطقة فيصل. بيقام المعرض ويفتح أبوابه يوميا أمام الزائرين من الساعة 11 صباحا حتى 12 منتصف الليل وحتى نهاية الشهر الجاري. المعرض يقام على مساحة 2000 متر وبمشاركة أكثر من 60 عارضا من كبرى الشركات المصرية الخاصة بصناعة الأدوات المكتبية والأدوات الدراسية تشارك في هذه المعرض. وبنشير أيضا أنه أكثر من 70% من هذه المنتجات هي منتجات مصرية، وهو ما يأتي في إطار تشجيع المنتج المحلي. أيضا إذا تحدثنا عن المنتجات الموجودة في المعرض فهي متنوعة بشكل كبير، ما بين أدوات مكتبية وأدوات دراسية وملابس وأحذية وكل ما يحتاجه الطالب في العام الدراسي الجديد، كل ذلك بتخفيضات كبيرة تصل لأكثر من 30%، وأيضا بجودة عالية. عن اختيار هذه المنطقة، فهي منطقة معروفة بالكثافة السكانية العالية، وبالتالي هذا المعرض يخدم منطقة فيصل وأيضا المناطق المحيطة. كل المنتجات تتواجد في مكان واحد، وهو ما يسهل على المواطنين ووفر عليهم الوقت والمجهود. أيضا بنشير إلى جانب هذا المعرض أو الموجود لحتى نهاية الشهر الجاري، هناك أيضا ما يقارب من 27 سيارة متنقلة تحمل شعار أهلا مدارس، بتتواجد في مختلف القرى والمراكز في إطار جهود الدولة للتخفيف على المواطنين. هناك أيضا تسهيلات كبرى تقدم للعارضين عن طريق توفير الأماكن الخاصة بالعرض بالمجان، ولكن بيشترط عليهم أن يتم تقديم المنتجات بتخفيضات تلائم يعني المواطنين بمختلف الطبقات والأسعار. بعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو. شكرا جزيلا لك جرمين إبراهيم على هذه المتابعة الوافية، شكرا على مشاركتك معنا.